السلام عليكم أعزائي، أكلمكم اليوم عن الأسباب التي عجلت بوفاة الحسن الثاني. مات الملك الراحل مغبونا، غصة هشام المنذاري في الحلق ومحيطه الذي خدعه وخيانة المقربين منه تطارده. لم يعطل أي من طقوسه التي نصحه الأطباء بالإقلاع عنها أو على الأقل تجنبها قدر الإمكان. ظل مصرا على أن يملأ عقب خشب الصندل أجنحته الملكية الخاصة وأن ترمى كمشة البخور تلو الأخرى في مبخرته الذهبية المختومة بعلامة إتنانها، وأن تملأ رئتيه المريضتين دخانا قبل أنفه في ليالي المجد التي تعيد إليه صب الترف والسلطة. فقد شهيته، خف وزنه، أصبح عصبيا يدخن كثيرا، ودعه النوم بالكاد يخفو بضع سويعات بعد الفجر، يصعل بين الفينة والأخرى وتظهر عليه باستمرار حالة الاختناق، فيضع يده على صدره في محاولة يائسة لطرد الإحساس بوخز يمزق صدره، وكم مرة ظهرت عليه علامات الدوار قبل أن يتوارى عن الأنظار لمدة قد تطول وقد تقصر. هكذا ظهرت بسرعة علامات الأرق والنحافة والإنهاك على الرياضي الأول والأنيق الأول، ورسمت التجاعيد أخاديد متقاطعة بين وجهه ورقبته، وصورته المثقلة بالإنهاك التي جابت العالم وولي عهده إلى جانبه والحاج المديوري خلفه بمناسبة عيد العرش الذي سبق وفاته سنة 1999 بأربعة أشهر، ما تزال حاضرة على الأقل في أذهان ثلث المغاربة الذين لم يعرفوا ملكا سواه. استبدل مكتبه الذي كان يأسف أن لا يمتد اليوم لأكثر من 24 ساعة كي يباشر في عمله بالسرير. خطر لمخبر في إذاعة فرنسية أن يسأل ابني البكر سيدي محمد البالغ من العمر 13 عاما عن صلاته معي، فأجابه ابني أنه يراني كل يوم ظهر وهو يصحب أخاه وأخواته، وإني أسأله عندما ألقاه عن العلامات التي نالها في المعهد. ولما سأله هل تسأل والدك عن سير المملكة، أجاب نعم، في بعض الأحيان أسأله عما يفعله في المكتب. هذا جواب يمكن أن يعطيه أي ولد في مثل عمره له أب يعمل في مكتب. لقد تألمنا كثيرا من البيوقراطية الموروثة من زمن الحماية، وكل من يحيطون بي يعرفون أني أنظر إلى البيوقراطية كشر من أسوأ الشرور التي يمكن أن تكبد دولة عصرية، ولكن علي أنا كذلك أن أذهب إلى المكتب، وكثيرا ما يصادفني وأنا أتأسف لأن اليوم لا يمتد أكثر من 24 ساعة. من كتاب التحدي، الصفحتان 250 و251. وعلى غير عادته هجر ملاعب الجولف التي كان يتخذ بها بين حفرة وأخرى قراراته، وخلفه ببضع سنتيمترات رجل الشاوية القوي وهو يتأبط ملفات تختلف ألوانها ودرجة أهميتها وخطورتها أحيانا، بعد أن بات في نهاية التسعينات أكثر من وزير داخلية وأقرب إلى مستشار ملكي. لم يعد يثق في محيط. هكذا بدا الملك الراحل الحسن الثاني في يوليوز 1999. كم كانت النهاية الدرامية قبل 14 يوما من وفاته بالتاريخ 23 من يوليوز 1999، اختفى عن الأنظار لبضعة أيام قبل أن يغادر المدينة الحمراء التي بات يقضي فيها أغلب أوقاته، منذ أن علم بنبأ إصابته بمرض عضال لا ينفع معه علاج، ويقتضي التخفيف من حدته وتعطيل مضاعفاته القاتلة العيش بعيدا عن رطوبة البحر. كان على عجلة من أمره، ركب القطار من مراكش في طريقه إلى الرباط، ولم يمنح أبناء دار المخزن فرصة تقبيل يده قبل سفره. وهذه واحدة من العلامات التي كانت تدفع بعض الخدام إلى طرح السؤال تلو الآخر، حتى حينما كان الضعف والمرض يمشيان خطوة خطوة بالجالس على العرش أو المعلم كما كان يسميه أغلب المغاربة خشية ذكر اسمه، إلى قمة الألم الذي لم تجد المسكنات في إخماد ناره. كانت النخوة والطرف وطقوس العز تغطي على أي من علامات الدوار التي كانت تنتابه فجأة. حتى وإن ظهر بعض الفتور على كلماته وانطفأ بريق عينيه، ظلت ألفاظه حادة كالسيل، قوي الملاحظة كما كان دائما، سريع البديهة، يبحث عن الكمال، يتتبع أدق التفاصيل ويحاول جاهدا أن لا تفوته أي صغيرة أو كبيرة. ظهر قبل يومين من وفاته صاحب الخطى المنهكة في المشوار السعيد، وهو يجر بقدميه الصندل التقليدي المفتوح والسفيفة المخزنية التي تلف عنق جبادور والسلهام يداعب كتفيه، شيء ما استوقفه بالمشور السعيد قبل أن يعود إلى قاعة البخاري المجاورة لقاعة العرش التي جرت العادة أن يرتدي بها الجالس على العرش ملابسه من على عهد السلطان محمد الخامس، وبها غسل جثمان محمد بن يوسف قبل أن يأتي الدور على خليفته. وقف المعلم ليسأل بعصبية بعض العاملين وهو يستعجلهم، أمولاتي غادي تسكنوا لي هنايا، يلا تلقونا الفراجة، غادي يجيو عند الضيف، بمعنى أسرع فأنا أنتظر ضيوفا.
كانت حجته في استعجال الصنايعية أنه ينتظر حلول بعض الضيوف الذين ينوي استقبالهم في المشهور السعيد بالرباط، وبالتالي يجب أن تكون الأشغال قد انتهت وأن يكون كل شيء على أحسن ما يرام. انصرف المعلم فيما العمال يرتعدون من شدة الخوف، كل همهم أن ينهوا المطلوب منهم في لمسة عين. هل هو حدث الملك الراحل الذي جعله يعجل بتحضير القاعة التي سيغسل فيها ويستبق التحضير لضيوف سيأتون من كل فج عميق إلى المملكة الشريفة ليمشوا في واحدة من أكبر الجنازات في تاريخ العالم، ولم تمضي إلا 24 ساعة حتى ضاق به المشهور السعيد لينتقل إلى قصر الصخيرات، وهناك استقبل الرئيس اليمني عبد الله صالح وتناول معه وجبة العشاء على نسمات البحر. لكن قبل أن يغادر الرئيس اليمني القصر، كان الملك الراحل قد شرع في قمع علامات الاختناق، ولم يستطع النوم تلك الليلة قبل أن يطلب نقله إلى مصحة العاصمة الرباط قبل بزوغ فجر يوم 23 من يوليوز 1999. لقد كان باستمرار قصر الصخيرات فألا سيئا، ولو كان الود ودنا لما اقترب من ذلك القصر منذ المحاولة الانقلابية الأولى، خصوصا وأن رئتيه لم تكن تتحملان مجهودا إضافيا أو نزلة برد من أي نوع، لكنه كان مهرما به وقد أصر على أن يفرد ذراعيه للبحر وهو يرتدي في يوليوز 1999 بذلة خفيفة. لقد علمنا متأخرا من أكثر من حزان، أي فقيه يهودي، نبه بعض المقربين منه بأن يوصوه ألا يغادر مراكش نهائيا في تلك الفترة، لكن يبدو أن لا أحد تجرأ على أن يفاتحه في الأمر. شعر بالألم من جديد يخترق صدره، ولأن حالته كانت أكثر من مقلقة فقد نقلوه إلى عصبة القلب. قال لهم: ما بكم خائفون؟ عملوا اللي عليكم والكمال على الله. ولأن قلبه كان ضعيفا لم يتحمل العملية التي حاولت أن تفرغ من جديد كميات الماء التي تراكمت في يديه. بدأ كل شيء عندما سقط الملك الراحل في إقامة بلازار الفاخرة في نيويورك الذي كان يستعد فيها للمشاركة في اللقاء المنعقد بمناسبة ذكرى 50 لتأسيس هيئة الأمم المتحدة سنة 59. لم يكن الملك الراحل يثق بأحد بعد محاولتين انقلابيتين فاشلتين. لقد نجا يومها بأعشوبة، كاد أن يهلك بعد أن أعطى تعليماته الصارمة بأن لا ينقل إلى أي مكان لو لم يقنعه ولي العهد في اللحظة الحاسمة. هذه العبارات لمصدر مقرب من البلد. لو لم يحمله بين ذراعيه بالقوة، هو الذي رفض أي من محاولات الأطباء بمن فيهم الطبيب الجنرال المثقال وباقي مساعديه لإقناعه بالتنقل إلى نيويورك هوسبيتال. الوحيد الذي أدعن له الملك الراحل وهو في لحظة ضعف إنسانية هو سميت سيدي، الذي دخل يومها في شجار مع بعض مساعدي والده الملك واتهم بعضهم بالتهاون في إنقاذ الملك الأب قبل أن يراضيهم الحسن الثاني بعد خروجه من الأزمة الصحية بكلمات: إنه طيب كما تعلمون، لكنه كان متوترا ولم يكن يعلم أنني أنا من رفض الانتقال إلى المصحة. عاد الحسن الثاني إلى إقامة بلازار على كرسي متحرك وتقرير طبي صادم بين يدي ولي العهد يحمل توقيع نيويورك هوسبيتال، أكبر المراكز الاستشفائية في العالم بعد أن جفف المياه التي كادت تخنق رئتي الملك الراحل، وتوقع بدنو نهاية حياة ملك حكم المغرب بقبضة من حديد. الزلزال الذي ضرب ولي العهد. بعد عودته من نيويورك تغير ولي العهد، بدا منطويا لم يحلق ذقنه لأسابيع طويلة. هل سبقه ذلك الإحساس باليتم قبل 5 سنوات من وقوعه؟ كان لابد من إصدار الأوامر الأولى بخصوص تهيئ الجنازة، وبذلك لم يكن لدي الوقت لأبكي والدي كما كنت أريد. وبينما أنا سائر وراء نعشه قلت لمن كان حولي: إنكم تسيرون وراء نعش شخص واحد، أما أنا فأدفن في وقت واحد والدي وولي العهد. بصراحة أؤكد لكم أنه ليس من السهل على الإنسان أن يدفن نفسه. ماذا يشعر الإنسان عندما يتحول فجأة إلى الوجه الآخر للمرآة؟ إننا نولد بلا شعور، يبدو أننا نتألم لأننا نلمس حقائق حسية ومادية ولذلك نصيح. أما في هذا الحال فإن الأمر يتعلق بولادة تمت من أولها إلى آخرها في حالة من الوعي والألم، ومرد ذلك أساسا إلى أننا فقدنا عزيزا علينا. إنه أمر شديد التعقيد، إن الأمر يشبه زلزالا حقيقيا، فكل شيء ينهار ويصبح الإنسان يتيما جسديا وعاطفيا وسياسيا. من كتاب ذاكرة ملك الصفحة 40. ودع سميت سيدي حفلته الخاصة، أبعد بعض المقربين عنه، وزع جل برنامجه بين ممارسة رياضته المفضلة واستقبال الفقراء والمعوزين في مقر إقامته في العاصمة الرباط. حتى علاقته بالملك الأب تغيرت مع ولي العهد الابن، أصبح قريبا منه أكثر من أي وقت مضى. وإن تأخر انتقال تفويض بعض السلطة من الملك الأب إلى ولي العهد الابن، يبدو أن عملية دفن ولي العهد لم تمر بالسهولة التي مرت بين الحسن الثاني ومحمد الخامس، الذي كان قد فوض لمولاي الحسن قيد حياته مجموعة من الصلاحيات.
وفيما ظهر أمامي فإن الولايات المتحدة هي التي بدأت تتحقق قبل غيرها من أن صحة الملك الحسن تتدهور بسرعة. وقد افتأ الأمريكيون أن إيقاع الحوادث يقتضي متابعة النشطة، وربما أن الفرنسيين أحسوا بما أحس به الأمريكيون، لكنهم قدروا أن أي حركة غير عادية يمكن أن تثير شكوك الملك بغير داع في أجواء أصبح فيها الملك زائد العصبية وقابلا لأن يستثار بكلمة أو إشارة. ومهما يكن فإن واشنطن سبقت إلى أجواء البلاط الشريفي الملكي في الرباط، وراحت تراقب عن قرب وتبحث عن مدخل يتيح لها أن تساعد في التهيئة لانتقال هادئ إذا حانت اللحظة المتوقعة. وكان داعي القلق وجود ضغوط على المغرب، فضلا عن القلق مما يجري على جواره في الجزائر مثلا، وهي ضغوط ترجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية تكاد تختنق بها مدن المغرب المكتظة بكتل الناس، إلى جانب تفاوتات طبقية بلغت مداها بين الفقراء والأغنياء، إلى جانب تأخر مخيف في التنمية والتحضير لأزمنة مختلفة. مضافا إلى ذلك كله ظهور حركة ثقافية صاعدة في المغرب تشعر أنها صاحبة حق في مناقشة مصائره، لكن طاقتها محجوبة وشبه مصادرة، وكل تلك ظروف وملابسات قد تنفلت في لحظة دون أن يتحسب لها أحد. فحينما ظهرت أعراض مرض مميت على الحسن الثاني، اشرأبت الأعناق نحو سيد محمد، حيث سلط كل الاهتمام الدولي على ولي العهد بالدرجة الأولى. وكان معروفا من قبل أن علاقة الملك بولي عهده ليست سلسة، وهذا أخف وصف يمكن استعماله، فالملك بتجربته يعرف أن ولي العهد يستطيع أن يتحرك بعيدا عن والده إذا وجد الفرصة، كذلك فعل الحسن الثاني مع محمد الخامس. ثم إن الملك الحسن أب متسلط يريد أن يصوغ ابنه وفق ما يريده، ناسيا أن الأوقات متباعدة. وأحس ولي العهد أنه معزول عما يجري حوله، لأن الملك حجم دوره ودور شقيقه الأمير رشيد بحيث لا يتجاوز الظهور في المراسيم الاحتفالية. ورغم أن بعض أفراد الأسرة حاولوا بعد لف ودوران مفاتحته في الأمر يعهد لابنه ببعض المهام تدربه على مسؤولياته، إلا أن الملك فيما يبدو تشاءم مما سمع، وكأن قائليه يحصون عليه أيامه وأنفاسه. ثم وصل بعض أفراد الأسرة بعد ذلك إلى حد أنهم وسطوا الرئيس جيراك لإقناع الملك أن يعطي الفرصة لولي عهده وتحت إشرافه وتوجيهه، لكن أحد لم يعرف ما إذا كان الرئيس شيراك استجاب وفعل ولم ينجح، أو أنه سمع لما قيل بأدب ثم تحرج في التدخل بين الابن وأبيه. ثم حدث نقاش حاد بين الملك وولي عهده، لأن الملك بلغه أن ولي عهده قابل واحدا أو اثنين من مثقفي المغرب في بيت صديق له في سلا، واستشاط الملك غضبا بإحساسه المرهف وحسه الاجتماعي. انشغل ولي العهد في صمت بمشروعه المجتمعي، واحترم رغبة والده في عدم تجاوز الخطوط التي رسمها ملك أب لولي عهده، فلم يكن مستعدا كي يفوض إليه أي من سلطاته. حتى بعد أن استبد به مرض عضال وعاد المراسيم البروتوكولية، كان على ولي العهد أن يتخذ مسارا غير ذلك الذي سلكه والده حينما كان يحمل لقب مولاي الحسن، فإن الأمير محمد أمسك لسانه بعدها ولم يعد يتكلم مع أحد، وتعلم كيف يكبت أحاسيسه ومشاعره ويمسك ملامحه جامدة كأنها قناع مصبوب على وجهه. وهكذا كان تقدير الأمريكي الابتدائي أن ولي العهد مولاي محمد ليس هو المدخل إلى محاولة ترتيب أمور الخلافة في المغرب، على الأقل ليس الآن. قد لاحظ بعض المكلفين بالأمر من الأمريكيين سكوت الأمير محمد، وغامر واحد منهم وسأل نظيرا له على الجانب الفرنسي عما إذا كان هناك شيء له قيمة وراء صمت ولي العهد، أو أن هذا الصمت هو الظاهر والباطن من أمره. وكان رد المسؤول الفرنسي أن وراء الصمت شيئا يستحق الاهتمام، وأن هذا الصمت الذي يغطي ملامح ولي العهد وآرائه مجرد حاجز احتمى به ولي العهد في مواجهة ظروف آلمته وقرر أن يكبتها. لم يعطل الحسن الثاني أي من طقوسه التي نصحه الأطباء بالإقلاع عنها، أو على الأقل تجنبها قدر الإمكان، وكأن لسانه يقول في أيامه الأخيرة إني أموت بمساعدة الأطباء. ظل مصرا على أن يملأ عبق خشب الصندل أجنحته الملكية الخاصة، وأن ترمى كمشة من البخور تلو الأخرى في مبخرته الذهبية، وأن تملأ رئتيه المريضتين دخانا قبل أنفه في ليالي المجد الذي تعيد إليه صبا الترف والسلطة، ولن ينتقل من الفن إلى الشعر وصولا إلى التاريخ والجغرافيا أو الحديث عن التدول على السلطة كما أراده عشية وفاته،
حينما أقنع الحسن الثاني زعيم أكبر أحزاب المعارضة أن يكون وزيرا أول، إلا وهو يعض على سيجارة لا تكاد تنتهي حتى يكون قد أشعل أخرى، خصوصا وحديث تناوب باسم عبد الرحمن اليوسفي ذو شجون أن الأرق أصبح رفيق الملك الدائم كل ليلة، وقد حاول التغلب على الأرق بكل المهدئات شرابا وأقراصا، ومع سهر الليالي أصبح التدخين متواصلا سيجارة تلو السيجارة، رغم إلحاح الأطباء عليه أن يطرد الأرق بوسائل أخرى وأن يكف عن حرق فئته بالتدخين.